السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نبدأ على بركة الله في قناة يونسات برو فيديو جديد لجلب الزيارات لموقعك وكيفية جلب الزيارات لموقعك. قناة تقنية تهتم بكل ما هو تقنية مفيد في مجال التقنية. لاحظوا معي هنا فيديوهات تحت العمل اليومي، يمكنكم مشاهدتها كيفية العمل اليومي لتحقيق زيارات كثيرة جدا هاي. إذا نمر لموقعنا المفضل، موقع يولايكيت. لاحظوا وصلت إلى 31,000 نقطة، 31,000 نقطة، هيت ميت توداي 90 هيت. سأعمل اكتواليزي الآن أمامكم وإعادة تحميل الصفحة. ها هي الآن أمامكم إعادة تحميل الصفحة، هيت ميت توداي 90، وهي الأكتيفيتي، يور ريسنت أكتيفيتي، يعني العمل الذي قمت به تحت. كي ترون أننا نعمل على الموقع، يعني لا نشرحه فقط من أجل الكزم هذا الموقع أو ما إلى ذلك، نشرحه لنريكم طريقة العمل ونعمل الآن. أنا أيضا أعمل به. موقع يولايك هيت جميل جدا. الجميل بهذا الموقع هو أنك يمكنك جلب منه الترافيك الحقيقي، يعني من يوتيوب ومن بنتريست ومن جميع المواقع التواصل الاجتماعي. لاحظوا هو العمل اليومي قبل 4 ساعات 6 ساعات 7 ساعات. للإشارة هذا الفيديو قد تم تصويره يوم الجمعة 9 في شهر 9 2022، والآن أقوم بالتعليق عليه يوم 10/9. كما ترون كلها عملتها. لاحظوا يكليم الديلي بونيس قبل 3 أيام وأنا أعمل عليه، والعديد من الأيام عملت عليه، 4 أيام 5 أيام. لاحظوا هاي 3 أيام 22 ساعة يكليم الديلي بونيس. لاحظوا هناك العديد من العمل، والعمل العمل الجاد على الموقع. إذا أردت كسب النقاط يجب عليك العمل. لاحظوا قبل 5 أيام و20 ساعة. لاحظوا ويمكنني كليك هير تو لود مور، يمكن الضغط لتحميل أيام أخرى، يعني العمل بالأشهر. فقط أنا عملت هذا الشهر لمدة 10 أيام أو ما إلى ذلك وحصلت على 31,000 نقطة. ولاحظوا الآن تضغط على إيرن بوينت وتختار، هل أنا أعتمد على تويتر لايكس، وأعتمد أيضا في جلب النقاط كسب النقاط على تويتر لايكس. هاي سأضغط عليها الآن، ها هي تويتر لايك، لكل لايك 19، وبعد مرات أجد 34 نقطة لكل لايك. تضغط على لايك كالعادة، لقد شرحناها في الشرحات السابقة. هنا كما ترون يوتيوب فيوز أعمل عليها، وإنستغرام لايك أيضا، إنستغرام لايك أعمل عليها، جميلة جدا. ويوتيوب فيوز ها هي سأضغط عليها الآن، أعتمد عليها أيضا. يعني من خلال الأكتيفيتي ستعرفني كيف أشتغل على الموقع من خلال الأكتيفيتي التي أريتك إياها. لاحظوا هنا هذا هو الفيديو، 11 نقطة مجرد مشاهدته. أضغط على فيو وأشاهده وأحصل على 11 نقطة. يوتيوب لايكس أيضا أعتمد عليها، ويمكنك أيضا الاشتغال على سبسكرايبر إذا أردت. ساوند كلاود بلايز يعني مشاهدة، يعني استماع للموسيقى في ساوند كلاود وتربح عنها نقاط. وويب سايت هيت، هذه الأشياء هي التي أعتمد عليها لكسب هذه 31,000 نقطة، يعني لدي بها حسابات. لاحظوا لدرار نو ويب سايت كارنتلي، قد شاهدت كل المواقع التي توجد هنا، والدليل في الأكتيفيتي. لاحظوا في الأكتيفيتي الدليل أني أشاهد كل شيء، أشاهد فيديوهات يوتيوب، أي شيء أشاهده. لاحظوا لدي الآن 31,000 نقطة و532. لاحظوا تذكروا هذا الرقم، سيصبح 31,832 عندما أقوم بعمل كليم ديلي بونيس. لاحظوا جيت 300 نقطة بعدما ضغطنا على جيت ديلي بونيس، أدخل على جيت 300 بونيس بوينت، والآن سأتحصل على 300 نقطة. لاحظوا success you received 300 بونيس بوينت، thank you for using your like it. نضغط على back to home أو العودة للصفحة الرئيسية. إذن هذه هي الصفحة الرئيسية، هذه هي الصفحة الرئيسية، عدنا إليها. الآن لاحظوا كم أصبح الرقم، 31,832. كما قلت لكم كل شيء واضح أمامكم، لا يوجد أي إخفاء لأي شيء أو ما إلى ذلك، يعني كل شيء واضح. العمل اليومي يجب عليك العمل. لاحظوا قبل 16 ثانية عملت كليم، كل شيء واضح. لدي 5 ساعات لأقوم بعمل كليم مرة أخرى لـ 300 بونيس، يعني إذا أردت أكمل الاشتغال أكمل،
سأضغط على اكتواليزي لتلاحظون كل شيء امامكم. لاحظوا كل شيء واضح امامكم اخواني الكرام، كل شيء واضح. اعمل على هذه المواقع التواصل الاجتماعي، هنا ادد سايت لك تويتر بينتريست، يمكنك اضافة كل شيء. انا اعمل على تويتر، اضيف تويتر لدي في موقع تويتر، اضيفه عن طريق تويتر ريتويت. لديك في فوق في الشاشة لديك تويتر اي دي، خانة تلك الخانة تضيف بها تويتر اي دي. هذه هي تويتر التي اضفتها انا في موقعي، تضيف فقط تويتر اي دي وتضغط على اد تويت، سهل جدا. ثم نعود للصفحة الرئيسية، كما ترون كل شيء واضح اخواني الكرام، خانة اد سايد لتضيف كل شيء. نغلق. اذا بعد ان اغلقنا يو لايك هيتس، بعد ان قمنا باغلاقه، الان على يوتيوب ماستر. لاحظوا كم جمعت اليوم، جمعت 2200 نقطة. هذه النقاط اين تحولها؟ تحولها الى يوتيوب فيوز، الى مشاهدات يوتيوب. لدي حساب مجاني فري، رانك سيلفر كما ترون في الجانب، ممبرشيب فري، رانك سيلفر. لاحظوا اكستشانجز 86 اكستشانج اليوم، يعني 86 اكستشانج، يعني 86 فيديو شاهدته او تحويله قمت بها. نذهب الى ايرن كريديت في الجانب، لديك داشبورد ولديك ايرن كريديت. لاحظوا هنا يمكنك الربح من يوتيوب لايك، يوتيوب سبسكرايبرز، ويوتيوب فيوز، ولديك ايضا بروجرام ريفيرال والبروموشن. كل شيء موجود داخل هذا الموقع، ما عليك الا بداية العمل داخل هذا الموقع. نضغط على يوتيوب فيوز لانني احب يوتيوب فيوز العمل عليها. تضغط على يوتيوب فيوز، فيو اذر يوزر فيديوز اند ايرن كريديت، تشاهد الفيديوهات الاعضاء الاخرين وتربح كريديت. كما تلاحظون هنا ايرن كريديت، لديك لانش كلاينت، تضغط على لانش كلاينت لتظهر معك هذه الصفحة. ضروري من الضغط على لانش كلاينت، تنتظر قليلا، تنتظر الى ان يظهر زر ستارت بالاخضر، تنتظر قليلا، ها هو ظهر بالاخضر، نضغط عليه. عند الضغط عليه تنبثق ثلاث نوافذ، تنبثق ثلاث نوافذ. لاحظوا initializing client، الان بثقت ثلاث نوافذ كبيرة. ماذا سنجد بهذه النوافذ؟ سنجد روابط لفيديوهات يوتيوب يتم مشاهدتها اوتوماتيكيا وتجمع النقاط. لاحظوا هذا هو كلاينت، هذا كلاينت، هنا يتم تحديث النقاط، هنا يتم تحديث النقاط كما تلاحظون. بعض المرات سأقوم بقطع الفيديو، لماذا؟ لأن الانترنت لدي ضعيفة، لهذا اعذروني إخواني الكرام، أقطع وأعود إليكم كي لا يكون الفيديو طويلا عليكم جدا داخل يوتيوب. إذا عدنا، لاحظوا هو تحول لرابط يوتيوب، الفيديو الأول والفيديو الثاني والفيديو الثالث تحول إلى رابط اليوتيوب كما تلاحظون. هنا لدينا 2200 كريديت، وستظهر الفيديوهات وستشاهد وسنربح الكريديت. إذن هكذا نشاهد الفيديوهات، الثلاث فيديوهات نتركها تشاهد. لاحظوا هي ظهرت هنا في الإيرن كريديت، لأن النافذة الصغيرة هي تسمى بالكلاينت، والنافذة الكبيرة هذه تسمى ب يعني نافذة أو مرايا تعطينا الفيديوهات التي تشاهد الآن بالوقت الفعلي. You are currently earning credits. Keep in mind that you launch as many clients as you have. إذا نتركها هكذا تشاهد الفيديوهات، هكذا الفيديوهات تشاهد، نتركها بهذه الطريقة ثم نعود إليكم. بهذه الطريقة نتركها تجمع النقاط كما تلاحظون، ثلاث فيديوهات. نتركها تجمع النقاط كما تلاحظون، ثواني ترجع بالوراء لذلك تجمع النقاط. بهذه الطريقة يتم جمع النقاط بطريقة سهلة جدا. وسأعود إليكم.
إذن عدنا إليكم بعد نصف ساعة أو ساعة. وقد تم جمع تقريبا 2439 نقطة، يعني كنا في 2200 نقطة أصبحنا في 2439 نقطة. كما تلاحظون هذه الساعة 11 ليلا وعشر دقائق، وتم جمع النقاط 200 نقطة فقط في ظرف ساعة على الأقل. ساعة 200 نقطة كما ترون تم جمعها. إذا نذهب إلى كلاينت ونضغط على ستوب. هذه الضغط على ستوب في كلاينت يتم إقفال تلك النوافذ بثلاثة. لاحظوا الآن 2441 بعدما رجعت. الآن سنضغط على ستوب في الكلاينت. ننتظر قليلا لأن الكمبيوتر نوعا ما يدخل. نضغط على ستوب في الكلاينت. ستوب. ثم ننتظر ماذا سيحدث بعد الضغط على زر ستوب. لاحظوا أصبحت ستارت بالأخضر وتم إغلاق نافذتي. النافذة الثالثة أظن أنها مهنجة، لهذا تم عمل بلوك لها، لم يغلق الكمبيوتر أوتوماتيكيا. نقوم بإغلاقها بالضغط على الزر فوق، الزر الأحمر فوق. ثم تم جمع الكريديت 2445. نغلق الكلاينت ثم نتوجه للداشبورد. هذه هي الداشبورد كما ترون، 2445 نقطة في الداشبورد الخاصة ب يوتيوب مونستر. الاكستشينج لاحظوا أصبحت 122 عملية اكستشينج تمت اليوم، و 945 فيوز التي قمت بها اليوم، 945 فيديو الذي شاهدته، 2445 كريديت. نضغط على كامبين لنقوم بعمل حملة إعلانية داخل موقع يوتيوب مونستر. ثم كما ترون it looks like you have not set any campaign. نضغط على new campaign، أول campaign خاصة بي. تختار هل يوتيوب فيوز أم سبسكرايبرز أم لايك. نختار يوتيوب فيوز هكذا. نعمل كوبي لهذا اللينك من قناتي، هذا اللينك لآخر فيديو كوبي له لي. ثم نرجع الى يوتيوب مونستر، ثم كولي او باست، ثم نيكست. نضغط على الزر نيكست ويعطيني الفيديو، يعطيني الفيديو على شكل مينياتور كأننا داخل يوتيوب. لاحظ الوصف والفيديو والعنوان كل شيء اوتوماتيكيا، واسم القناة ايضا. في الجانب الذي 2445 كريديت يمكن الحصول على 122 فيو لأن العضوية مجانية في هذه الحملة الإعلانية، لأن هذه حملة إعلانية لدي الحق في اختيار حتى 800 ثانية. فمثلا أختار 81 ثانية. ثم هنا هو ميني فيوز وديو لايك، أريد 122 مشاهدة أكتبها. 100 لن يعطيني لحظة، يجب علي ترقية العضوية الى السيلفر او ما الى ذلك. لدي سأضغط على 122 ولاحظوا، ورغم ذلك رغم انهم يقولون 122 لن يعطونها لي، لاحظوا حولوني مباشرة لترقية العضوية. اقوم بالرجوع لتسطيب الكامبين. اقوم بالرجوع الان لتسطيب الكامبين جديدة مرة اخرى، واضغط على اللي نيو كامبين. نيو كامبين، كل شيء واضح امامكم خطوه بخطوه. ها هو لينك الفيديو، ساضغط على كولي ثم نيكست. وتختار يوتيوب فيوز بطبيعه الحال، تختار يوتيوب فيوز ثم تضع اللينك. لاحظوا كل شيء واضح امامك. نختار فوق، نضع 81 ثانيه لاني اريد فقط ان اريكم طريقه تسطيب الحمله. لاحظوا 812 سكوند، يمكنكم وضع فيديو ليشاهد 12 سكوند. هنا سنضع 100
هم يقولون 122 من حقي، لكن سأضع 100 كي تقبل الحملة الإعلانية. واحد، لاحظ، لن تقبل. لاحظ كم كريدت سيخصمون مني، 1373 كريدت ل122 مشاهدة لمدة 81 ثانية. 108 لن تقبل، لاحظ. 107 لن تقبل، لاحظ كم يخصمون لكل مشاهدة. لاحظ 122 كما ترون. سنضغط على ستارت كامبين لتلاحظون ماذا سيقع. إذا كما تلاحظون كل شيء واضح أمامك. تضع الفيديو الآن ثم ستارت. لاحظ منتظر، لن يقبلوا، أنا متأكد أنهم لن يقبلوا 122. أنا جربت وجربت مسبقا، لن تقبل. لاحظوا إخواني الكرام، رغم أنهم يقولون من حق كان يمكن ريكويست 122 مور فيوز، كما ترى ريكويست تايم أوت بليز تراي ستارتين ذا كامبين. هذا ستارت مرة أخرى ولن تقبل الحملة. لماذا؟ لأنني يجب علي أن أضع 100 مشاهدة، لأن العضوية مجانية، ليست عضوية سيلفر أو جولد أو ما إلى ذلك، العضوية فقط مجانية. لاحظ، نغير 122 إلى 100، ثم نضغط على ستارت كامبين. لاحظوا كم سيختصمون مني، 1125 كريديت. ستارت كامبين، ألاحظوا مباشرة في الأخضر كامبين ستارت، هي تحت ذهبت. إذا الآن سنذهب إلى كامبينز أو حملات الإعلانية، نضغط على كامبينز وننتظر حتى تظهر معي الكامبينز. ننتظر، ها هي الكامبين الآن لايف كما ترون أمامها، لايف بالأخضر يعني شغالة. لديك هنا إيديت، يمكنك تعديل الكامبين أو ريفوند، استرجاع الكريديت. إيديت أو ريفوند، لديك خيارين. إذا تتركوها هكذا شغالة، نضغط على أكتواليزي لترى كل شيء، أن كل شيء صحيح وشغال أمام أعينك. هذا الموقع يعطي مشاهدات حقيقية لفيديوهات اليوتيوب الخاصة بك، مشاهدات حقيقية وحتى لمدة طويلة، يعني غالبا تكون مشاهدات هاي رانك فيوز، جميلة جدا، تكون مشاهدات هاي كواليتي، هاي كيو هاش اتش كيو فيوز، يعني هاي كواليتي يوتيوب فيوز. وهذا هو الجميل في موقع يوتيوب ماستر. كما ترى الكامبين ستظهر الآن، ها هي. إذا كل شيء واضح أمامك أخي الكريم، هذا هو الفيديو. طريقة تسطيب الكامبين هي شرحتها بديتاي، يعني بكل وضوح وشفافية. كما ترى هنا ينصت طرق قناتنا، يمكنكم مشاهدة هذه الفيديوهات، فيديوهات قيمة للعمل اليومي على الانترنت الذي اقوم به. قناتنا قناة تقنية تهتم بكل ما هو مفيد في مجال التقنية. تحياتي لكم، الى اللقاء.